مساء الخير. ضيفتي نجمة وأم وسعادة. حسناء تهنأ بأجمل اللحظات والتألق بها يليق. مثال في التصالح وتنظيم الأولويات بين الرسالتين. سيدتي نموذج حي عن عسل وشهده. صندرلتي أنا والعسل كل العسل كل العسل نانسي عجرم. لك بونسوار. بونسوار. البونسوار لكل العالم العربي. بونسوار. اهلا وسهلا. تفضلي. خليني اشوف السندريلا عملي معروف. كله هيك. بونسوار. بونسوار. تفضلي. نانسي عجرم. سندريلا. يعني انا بدي اسمي سندريلا نانسي عجرم. كلها. مش نانسي لوحدها بتسمي سندريلا. نانسي عجرم. بونسوار نيشان. بونسوار. رمضان كريم. الله اكرم. على كل الناس. وان شاء الله يكون هيدا الشهر شهر خير على كل الناس يا رب. اشتقنا لك كثير. وانا كمان. كثير ناس اشتقوا لك. صار لك زمان ما طليتي هيك بحوار. بس انت تطل وانا بطل. يخليلي قلبك يخليلي نص قلبك. ناسي عجرم بدي ضيفك شوكولا اول شيء. بقدر. بس انا مورالي عالي مش بحاجه لشوكولا اليوم. ثانك يو. ناسي عجرم يلي بيزورك ببيتك بيعرف قد ايه معنوياتك عاليه ومورالك عالي ما شاء الله لما بشوف سندريلتين صغار بالبيت إلا وميلا. الله يخلي لك اياهم. بدك تقولي إلا وميلا ولا ميلا وإلا؟ ميلا وإلا. انه حي الله بس هي ميلا اكبر. لانه بدي اقول لكم ناسي شو وصتني. قالت لي نيشان عمول معروف بس تقول ميلا بتقول إلا. ممنوع نقول ميلا من دون إلا. هيدا ارشيف دوكيومنتد رح يكون ليكبروا. ما بدي بس بنات يكبروا يقولوا انه نيشان ذكرهم بالحلقه وحده قصة. اكيد لانه لازم يكونوا مثل بعضهم. يعني هلا ميلا لانه اكبر على طول بنقول عنها انه عملت وحركاتها وبس. إلا عم تلحقها يعني. بكره بس يصيروا كبار بصيروا يشوفوا انه هيدي الحلقه رح تضل بالارشيف. فرح يشوفوا انه مثل ما ماما حكيت عن ميلا حكيت عن إلا. بالتساوي. اولوياتك شو؟ والله بعد شوي. لا بعد كثير. نانسي اولوياتك اليوم شو؟ فن ولا امومه؟ الاثنين سوا اكيد. يعني انا عندي اولويه عائلتي وثاني اولويه هي فني وشغلي. يعني بدي اكون ناجحه بالاثنين. يعني قررت انه اكون ناجحه بالاثنين. بالفن اكيد اول شيء لانه اجى قبل الامومه وبتلحقوا العائله والاستقرار والامومه وهن بخلوني ناجحه بالفن كمان. بين الفن والعائله بيضيع الوقت بينسرق الوقت من الزوج؟ لا هي بس تقول عائله يعني زوج واولاد وبيت وكل شيء. يعني انا قررت حياتي انه رسمت حياتي لحديت هلا والحمد لله انه يمكن الله عم بيوفقني بانه حقق اللي انا رسمته. شو يعني لحديت هلا؟ كيف يعني رسمتي حياتك؟ يعني انا فكرت وقررت لوين حابه اوصل. اكيد بعد ما وصلت بعدني عم بوصل لانه الانسان دائما بس يوصل يكون انتهى. يعني انتهى صح. ف لحديت هلا انه الحمد لله انه كل شيء انا عم فكر فيه وكل شيء عم بحلم فيه عم يتحقق والحمد لله انه الله هيك عم يعطيني يعني اللي انا حبته. فحب انه اكون ناجحه بالاثنين وقررت انه عارفه حالي بدي اتعب بس قررت انه اكون ناجحه بالعائله وناجحه بالفن.
ناسي البنت اللي مثلك اليوم في كثير بنات متاثرين فيكي بالعالم العربي، مش بس بالعالم العربي، بتركيا. معقوله بتركيا؟ قد ايه بحبوكي بتركيا؟ بتركيا عندي جمهور كبير الحمد لله، بحبوني وبحبوا اغنياتي وحافظينهم، مع انه في البعض ما بيفهم اللغه بس حافظين الغنية مثل ما هي. ناسي فيني افشي سر انا عرفته هيك بالكواليس انا وعم بتركيا طالبين منك تكوني نجمة اعلان لشركة طيران. طيران ايه مزبوط، بس بعد ما انحكى في الموضوع انه حكيونا، بس بعد ما صار الاوكي، مشان هيك هلا ما بدي كثير احكي عن الموضوع لانه بعده عم يندرس بالمكتب، يعني عم نشوف ناخذ ونعطي، عم نشوف شو مطالبهم شو مطالبنا، شو شروطهم شو شروطنا، لحتى نشوف اذا رح يمشي الحال. بس ايه هذا العرض موجود، اذا موجود بنشوف، يعني موجود يعني قريبا اذا الله رد. لاول مره كاميرا انا والعسل بمنزل نانسي عجرم، بمنزل دكتور فادي الهاشم وحرمه المصون السيدة نانسي عجرم هاشم.
الله يهنيكي اكثر واكثر يا رب. ريبورتاج كثير حلو عن جد، ميرسي لرنا، ميرسي لفؤاد شوفاني اللي طلعوا على البيت وصوروا. بدي اشكر رنا ظاهر، بدي أكيد. اشكر فؤاد شوفاني على التصوير الحلو كثير، ورنا ظاهر على الحماس الكبير لتنفيذ هذا الريبورتاج. ميرسي لك كمان لانه سمحتي لنا حضرتك وزوجك دكتور خالي هاشم، لانه دخلنا وتطفلنا الى خصوصيه البيت اللي مملكتك، فعلا مملكه. فعلا انا حبيت انه يكون عندي كل شيء بالبيت، لانه صعب علي انه روح واعمل كل شيء برات البيت وارجع اجي عشي. يعني بالبيت غير يعني اول باسم كريستو عم بيقول لي نشان مثل كانه اعلان، ما كانه ما شاء الله بيت، في عندك مملكتك، يعني في سينما، في الجيم، في البيسين سويمينج بول، في الساونا روم، في يعني ما شاء الله. بتعرف نشان حياه الفنان على طول لازم تكون له شوي، يعني خاصه هول الاشياء البريفي بحياتي، يعني هولي لإلي، يعني بدي أتمتع فيهم. لما بروح على سيني لبرا، أوقات بروح أكيد، أوقات بيجي عبالي كتير روح أعمل شعري عند الكوافير، مع أنه عندي سالون دي بوتي بالبيت، بس أوقات عندك سالون حلاقة خاصة لإلي، بحس حالي أنه بدي أظهر من البيت. بس الأكترية الأوقات لما بيكون عندي حفلة عشية أو بيكون عندي إشياء كتير بدي أعملهم، بفضل خلص كل الأشياء اللي أنا يعني يومياتي بالبيت، مثل السبار، إنه كل يوم أحسن ما روح على جيم وإجي جيم بالبيت. بيجي حدا الترينر اللي عندي؟ أكيد سيني، السونا، الميك أب، الشعر، يعني كل شيء، صالون تجميل كامل. هلا في مشهد كتير كثير حلو، إذا بتسمح كريستو فينا هيدا المشهد. طب قولي لي بالمطبخ عندك شو؟ غرفة عمليات، مش كأنه مطبخ، كله حاطط كمامات يعني. بتعرف نحن الإيجان بالبيت كثير مهمة عنا. هلا النظافة، نظافة الهيكل، أكيد نظافة أكيد بالأكل هي أهم شيء، يعني كيف نغسل الفواكه، كيف نغسل الخضرة، ملح خصوصي للفواكه. هلا اكيد مش مهوتسين، يعني حتى مع اولادي وهيك، لانه فادي حكيم كمان بيلفت لنا نظرنا اكثر على هالموضوع. نظافه الاسنان، نظافه الجسم، الاولاد ضفيرهم، ايديهم، ثيابهم، شعراتهم، نظافه الانسان عاده دكتور فادي. هي بتعكس على نفسيه الانسان، يعني نظافه من برا ونظافه من جوا، فمنركز على هالموضوع، بس مش انه مسرسبين وعلى طول بنضلنا شوي مسكين الوايبس والديتول، يعني اذا مسكنا باب الاوضه بنرجع، لا مش هالقد، بس انه يعني الصابون بكفينا. رح احكي عن طفولتك، كيف والدتك كانت مصره انه انت واخواتك تكونوا مهفتفين، بتقولي انت ونضاف وتلفتوا النظر. رح احكي عن السندريلا الصغيره اول مره طلت بالاحمر على مسرح بيروبا، وكثير اشرح احكي مع النجمه ناسي عجرم بهذه الحلقه من انا والعسل. صار لي 29 حلقة، ما نسيت 28 حلقة، ما نسيت تويتر، معك نسيت اليوم، نسيت الكاميرا بإيد، بس علامة منيحة هيك، علامة روعة. لا تويتر، اوكي، بعد وحدة، واحد اثنين، اوكي. نازي نسمع على الصبوحة زي العسل، لأنه نحن قررنا هيدا الشهر أنه نحيي الصبوحة ونقول لها رمضان كريم كل ليلة قدر المستطاع، اللي الضيفات غنوا زي العسل، بقى فينا نسمع منك زي العسل إذا بتسمح. أنا بدي حيي الصبوحة الليلة، بس بدي حيها بغير طريقة، ما رح غني زي العسل اليوم، ما عليه؟ إيه حيي، مهم نحييها للصبوحة. غني أغنية بحبها كتير اسمها لأ. أوكي، يا ملوعني. لا دارارار، لا دارارار، يا ملوعني.
مضيع لي عمري خصام وفرقة، يا مبكيني ليل ونهار بحرقة. قصدك انسى حبك برضو؟ لا حي صبوحه. اكيد نحييها لست صباح. انغام قالت عنك حرام نانسي ما تمثل، عندها كل المقومات، يعني بالفيديو كليبات هي بتمثل وبتقنع وبتجذب ولازم تمثل. هو لازم مثل، يعني هيدي الكلمه صرت سمعتها كثير. اكيد بدي احييها لانغام، بدي اقول انه انا بحبها كثير وصوتها كثير بالنسبه لإلي قريب على قلبي كثير. بس تمثيل يعني ما بدي اكون، يعني بتعرف مره قلت لك بانترفيو مره لإلي معك قلت لك انه بامن هيك بهيك بجمله بتقول سبيشلايز اور داي. صحيح. فما بدي اكون بمطرحين، يعني يمكن ما اقدر انجح بمطرحين قد ما انا بالفن الغنائي بحس حالي انه بنجح اكثر. فالتمثيل هو مشروع تاني ما بدي فوت فيه. اللي شجعني على السؤال لانه بس غنيتي الغنيه هلا شارع الحب للصبوحه هي وعبد الحليم حافظ، مزبوط. شفتك هيك ترقيت صورتك قدامي لابسه كمان ابيض وعم بتدقي على الجيتار و... لا في كثير، اكيد في عروضات كثير وبعده لهلا، بس يعني اذا يوما ما فكرت. هلا هي فكرة مؤجلة بس يمكن منا مستحيلة من ناحية الاستعراض، يعني بفكر مرة يمكن بحب أعمل شو موسيقي، بس أكيد مش مسلسل ولا فيلم يمكن هلا. رح أرجع لطفولتك، لما كان عمرك 8 سنوات قد إيه صار عمرك اليوم؟ أنت من مواليد 16 أيار. قد إيه بتحط لي؟ تعطيني كام؟ بدي مواليد 1980s. مزبوط؟ ثمانينات؟ ايه اكيد. ايه بالثمانينات اكيد. مو من بعدك تحت 30 اكيد. ما هيك؟ شو قولك؟ اكيد 100% 1983. لما كان عمرك 8 سنين طلعتي بميروبا لابسه كولون احمر، طلعتي على المسرح مع بيك السيد نبيل عجرم. وصلني بس ما طلع معي على المسرح. إيه؟ طلعت لوحدي. شو حسيتي؟ بهيدي الحفلة بالذات كان من بعد اشتراكي ببرنامج اليونيسف، كانت أول حفلة لإلي بحسها كبيرة، يعني ناس كتير ما كانوا يخلصوا الناس، كنت عم جرب هيك اتنوس، كنت كتير خايفة أطلع. وانا عاده يعني البابا بالبيت هو قوالي شخصيتي، كان ينطر بس يكون عنا ناس بالصالون يعيط لي اللي غني لحتى نبلش اول شيء بعدد قليل نرجع شوي شوي تيعودني تيقوي لي شخصيتي. كنت استحي على المسرح. شو حسيتي قبل الكواليس؟ خفت كثير 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 لدرجه صرت ارجف من السقعه. اجى البابا صار يدفي لي ايدي وصار يقول لي لا هلا بدك تطلعي وبدك تعملي جو وانت ويكون عندك ثقة بحالك وانت شاطرة، انه انا صغيرة بده يقول لي يعني كلمات عقدي. بس وطلعت وكانت اول حفلة هيك بحس حالي عن جد انه خيفانة، كان باول غنية صوتي كثير عم يرجو. شو كنتي تنطري من الناس نانسي وقتها؟ كنت انطر الزقفة. كان عندي هاجس كيف بدي اخلي الناس ينبسطوا، يعني هيدي المسؤولية كانت أنا وصغيرة. كيف تعرفي غير الزقفة؟ كنت تطلعي بالميكرو؟ اطلع بعيون الناس، راقب كل شخص لحاله إذا مبسوط أو لا، أعطى الهمهم، قول أنا ما بدي إنه يعني بدي بس تخلص الحفلة يقولوا إنه يضلوا يتذكروني، يقولوا إنه هالبنت عملت جو وحلو صوتها وشو شطورة. كان عندي هيدا الشيء، كان هاجس عندي، وهذا كان همي أنا وصغيرة. يعني البابا بس كان يقول لي
عندك حفلة السبت، كان كل سبت يعني كل سبت كان في حفلة. وإذا ما حدا إجا حكي يروح هو يحكي بس تقوي لي شخصيتي، بده ياني غني يعني. يقول لي عندك حفلة السبت، بلش أنا من التنين أكل ضفيرة. خافي بتاكل ضفيرة؟ قد ما خاف إنه أعطى الهم إنه المسؤولية لحدا صغير كانت كبيرة. إنه مش هيك، أنا أوقات بيسألوني إنه ميلا بدك إياها تفوت بمجال الفن أو إلا، بقول لهم أنا إيه، بس مش إذا هن بحبوا أكيد، بس مش بعمر صغير تما ينحرموا من الحياة الطبيعية اللي انحرمتي منه أنت. مزبوط، أنت انحرمتي. أنا حكيت مع بيك على انفراد، حكيته قال لي نشان كان عمره سنة ونص حطتها على 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 كتفي وعم بهزلها وعم بغني لها، عم بقول لها نا 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 نا، عم بغني. مزبوط، هيدا اللحن زيته كمان حافظه انت. ايه هو اللحن زيته. بعدين سعل فقال لي انه هيك قامت شالت راسها قالت نا 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 نا. ايه خبرني اياها الخبريه. قال لي من هي وصغيره بتحب تغني، من هي وصغيره عندها. بس انا كنت غني بالبيت على طول من انا وصغيره، كنت ارجع عيد الاغاني ورا التيتا. بس انحرمت من الطفوله؟ انحرمت اكيد من الطفوله، لانه كان عندي يعني على طول كان عندي بروفا لحفله السبت. بتذكر نهار الخميس، كل خميس كان يكون عندي بروفا لحفله السبت، بس انه ما كانت هينه علي. انه وانا كنت من انا وصغيره بدي كل شيء يكون على الاصول، يعني مثل بيتك بيرفكشنيست كثير. بدي انه تكون شغلتي على اصولها، وبدي كل شيء يكون منظم ومصفصف ويكون انه كل شيء كامل. مشان هيك كنت قاعده الهم وخاف. كثير حلو المفاجاه انه غنيتي لبرنامج اليونيسف، بعدين صرتي سفيره باليونيسف. يعني حلوه كثير المفارقه نانسي، كرمال المواضيع ما تفلت. يعني هيك حكيتي عن كثير مواضيع. الفانز تبعولك بيحيوكي من كل الدول، وانا كمان اكيد بيشاركوا بالحلقه، لانه كل واحد بيبعث سؤال مطرح. بس خليني كرمال ما اهضم حقهم، لانه رح نحضر روبورتاج هن بعتوه، فانز all over the world من كل العالم. بس قدر المستطاع، احمد، اماني، لامار، اليان، شربل، علي، كلاوديا، ايفا، داليا، شارل، سالمن، مارك، جولي، محمد، احمد، نور، هيا، جواهر، هدى، داليا، ديك، هند، رانسي، ايمي، بيك، عايشه او عوشة، مصطفى، تالي، فاطمة من المغرب، نجود من المملكة العربية السعودية، نورة من المملكة العربية السعودية، شذا، إبراهيم، مروة، علاء، هبة من كندا، هنادي، نورة، علا من سوريا، كتار، كريستو. بس قول هيدي كمان إذا بتسمح، مهند، هيا، مها، نوف، ندى، شوق، هدى، ميمي، هنوف، لارا، نور، دوما، نور، لولو، إبراهيم، إيفا، داليا، أبي، مجد، أماني، زيزو، أحمد، ألوي، أمنا، مريم، رزان، هبة، نوال، وعيوش. عيوش روبورتاج. أنا بوسهم كلهم كلهم كلهم. بونسوار نانسي، بونسوار نيشان، أنا نور من المغرب. أول شيء بدي أقول لنانسي أنا كان بغير بزاف 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 وتوحشها بزاف بزاف بزاف، وفي كثير فانز من العالم بدي نقول لها شيء. خلونا نشوف. Oh, my name is Abdullah. I'm a very good friend. Love from Pakistan. Hi Nancy, I'm Barak from Iraq. I love you. Hi Nancy, I'm Sharon from Lebanon. I love you. Nancy, my name is Yasemin. Seni çok seviyorum. İyi ki varsın. Bonjour Nancy, c'est Dominique de France. Je vous dis qu'un seul mot. Hola Nancy, mi nombre es Lorena. Soy de México, soy tu fan. Te queremos Nancy. Hey Nancy, magacaygu xawiye Mustafa Yusuf. Waxaan hay Soomaali. Aad baan ku jecelahay kuna taageera. Dhulkayga aad iyo aad baan laga jecelahay dhulka Soomaalida oo dhan aan baad ka tahay. We love you so much.
Ciao, sono Dodi nell'Italia. Chiamo Nancy Morgan. Hi Nancy, Hanan here from India. I love you a lot, lot, lot. And kabhi ho sake to ek bar India aana, please Nancy. Sirf ek bar, please Nancy. لا شوفي بي اي دي بي اي دي لعبي بس هنزلت عصو اش دي دي انت يا محلى حليتا جبت عينك معرفتا برافا عليك كمشتا برافو علي برافو علي عطيني بوسي نوسي يا روح قلبي. ناسي عجرم نموذج من كل الكرة الأرضية. قدي حلو انه الواحد ينحب هالقد. يعني بتعرف انا بس شوف هيك ما بدي الا اشكر ربي على طول وكل دقيقه وكل ثانيه وكل ساعه وكل يوم وعلى بكره وعشيه عن جد على محبه الناس لانه محبه الناس هي اهم شيء. ناسي رح ارجع احكي عن بيك، كيف انت وياه كنت بلشتوا تحبوا بالفن؟ مين كان يفهم بالفن اكثر انت ولا بيك؟ وعين بس انا صغيرة نانسي انطلاقه صاروخيه مثل الصاروخ. بابا يلي عمله مع انه ما كان كثير يعني مش الدومين تبعه لانه البابا انه بالتجاره بس يلي عمله ما حدا كان بيقدر يعمله بوقتها. يعني اسسني وانا عم اقول لك انه لو ما من الاكسبيرينس اللي عشتها معه التجربه معه انه هو قوالي شخصيتي وقواني ويعني خليني اطلع على المسرح بسهوله اكثر يمكن ما كنت وصلت للي انا فيه هلا. ومش وعدوكم ووفيوا كل اللي وعدوكم؟ لا ابدا، يعني مش بهالسهوله كانت ابدا. رمينا مع كثير ناس يوعدونا وما يوفوا بوعدهم. شو يوعدوكم؟ مثلا بدنا انا بدي اعرفك على شعر مهم، على ملحن مهم يعمل لك غنية كثير حلوة. بدي مثلا نعمل حفلة كبيرة هون. كانوا كثير يحكوا ويخبرونا قصص بس بعدين حتى صرنا نعرف انه في ناس انه ما بتتصدق وفي ناس بتتصدق بس ما احبطتي ابدا لانه انت كنت طفلة والطفلة مثلا اذا وعدتيها بدك تجيبي لعبة للطفلة وما جبتي بيبكي الطفل. اكيد بس انه كنا نعرف انه يعني وصلنا هيك لوقت انه مش كل الناس صرنا نوثق فيها، صرنا نشتغل شوي. يعني البابا هيك صار يتأنى اكثر بالشغل، يسأل الناس اللي بيعرف انه رح يجاوبوه صح او رح يجاوبوه الحقيقه. لا حتى شوي شوي، ويمكن انا كمان كنت بعمر صغير ما كانوا يشوفوا في انه نجمة، إنه رح تصير نجمة إلى وقفتها على المسرح وهيك. إنه أنا ولد يعني بنرفع القبة على والدك بالدرجة الأولى ولا إليك لأنه لا هو أحبط ولا أنت أحبطتي. لا أكيد بالمرحلة أنا عطول عطول يعني من عمر معين قلت لك وقتها بلشت أحلم وأرسم كنت بالمراهقة وكنت يعني هيك صرت احلم انه كنت على طول عندي احساس انه بدي اوصل لمحل هيك شوف حالي على مسرح كبير وفي ناس عم بيزقفوا لي وفي ناس مبسوطين فيي. بدي احكي عن المرحله المسيه بحياتك لما من بعد الشاعر الراحل عصام صغيب اعطاك غنية الله يرحمه شيل عيونك عني. من بعدها مرحلة جيجي لمارا محتاجة لك قبلها لشكل الموجي ومن بعدها اجت شيل عيونك عني ورح احكي عن جيجي لمارا واكثر. بس بدي قبل الفاصل في روبورتاج على الفانز يغنون ناسي عجرم. Hey, by Nancy Ajram this time. And if you've never heard of Nancy Ajram, you should really check her out because she is awesome. Nancy,
محمد رحيم يلي كاتب الدنيا حلوة، يلي ملحن دنيا، يلي ملحن الدنيا حلوة. نانسي قبل الفاصل سريعا قولي لي، انت ما طلعتي مثل الصاروخ، مش انطلاقة صاروخية. الناس بيقولوا انه مثل الصاروخ نجمت نانسي، يعني صارت نجمة هيك؟ مش بهالسهولة ابدا. يعني يمكن كانت انطلاقة خصمك كانت قوية كتير، بس قبلها وقبلها وقبلها في كتير انطلاقات. يعني قلت لك مثل ما كنت عم خبرك انه انا كنت غني من عمر 8 سنين، ومن 8 سنين لهلا انا عم غني وعم حاول. يعني قبل احتراف الفن، يعني قبل اخصمك هي اخصمك كانت البومينج، بس قبلها كان في تجارب كتير قطعت فيها، ومثل ما خبرتك قبل يعني كانه حفلات وشركه انتاج والبومات واغاني، بس ما كنت اعرف وظفهم. شي مره تمرت قلت لها ما كنت اعرف وظفهم بهالفتره. اللي بيشوفك بيشوف فيك النعمه البريئه الحلوه كتير الرايقه، بتقول على طول نعم، وخنوعه بتقول ايه. انت ايه بيرسون ولا نو بيرسون؟ انت شخص بيقول لا؟ انا ما في يقول انا على طول ايه ولا انا على طول لا. ايه عاده انا بالاكيب يلي بشتغل معه ما بحب عقد الامور، يعني بكون بتساهل مع الكل، باخذ اراء الكل، باخذ وبعطي كثير، بس اكيد اكيد وقتي لا، وقتي اللي لازم اقول لا اكيد بقول لا. امتى اول مره قلتي لا بالفن؟ اول مره قلت لا بالفن مش متذكره، بس انه على كثير شغلات اوقات بلاقيها انه مش مناسبه لإلي. اخر مره قلتي لا لحفله او هليه او من ساعه من ساعتين؟ من ساعه من ساعتين لا هلا ما بلا. قلتي لا بلا بلا لما حكيتك على التليفون. بعد الفاصل رح نتابع مع نانسي عجرم، رح اقول لك بالبومينج اللي سميتي باخصمك كيف الشهرة أخذتك من بيروت إلى العالم العربي، إلى مصر أم الدنيا، إلى الخليج العربي. كيف عرفت أنك مشهورة قبل ما تنوجدي لوجستياً بسفرتك إلى هناك؟ رح أحكي عن رجال بحياتك، رح أحكي عن يا بنات إكسكلوزيف لأنا والعسل يا بنات، ورح نحكي عن سوبر نانسي أكيد مع سوبر نانسي بسوبر حلقة.
أنا والعسل نانسي عجرم. نانسي عجرم في أنا والعسل. نانسي، لما عملتي خصمك مع جيجي لمارا، يلي دائما بحيي انا لجيجي لمارا، مش بس بهيدا البرنامج، بكل البرامج، يعني من بعرفه من 1993 وعنده وفاء، مدرسه بالوفاء، بيعلم الانسان كيف يكون وافي بصداقاته ونصايحه، يعني بينصح. لما عملتي اخصمك والكليب، قولي لي كيف عرفتي انه شهرتي بمصر؟ انت كنتي بلبنان، كيف عرفتي؟ كيف عرفت انه انشهرت بما؟ اول شيء بلشت الاخبار من لبنان، انا وبلبنان قبل ما اروح على مصر. انا وبلبنان صرت اسمع على طول من صحافه بالمقابلات انه شو عامله بمصر. هلا انا ما كنت يعني واعيه على الموضوع، ما كنت واعيه على الموضوع، كنت عارفه انه خصمك كثير نجحت وحبوها الناس كثير، بس انه ما كنت مستوعبة هالموضوع. وصار عندي اجت اول حفلة بمصر، صرت متحمسة روح اكثر من انه بدي غني، بدي اشوف الناس، بس بدي اشوف بعيونهم، بس انه بس يشوفوني كيف راح يطلعوا فيي. يعني نفس الشيء وقتها كنت صغيرة تطلعي بعيون الناس، صرت تراقب الناس بمصر. ايه، انه بدي اشوف انه وقت حدا بيشوفني راح يعرفني انه انا باخصمك كان شعري كيرلي، واكيد راح روح انه شعراتي ليس، لانه انا شعراتي ليس ما راح اروح عاملتهم انه كيرلي على المطار وهيك، بدي اشوف كل الناس شو راح. بس بتعرف انه دغري عرفوني، دغري يعني تفاجأت وانا بلا مكياج، يعني باخصمك كنت محمره حمراء وميك اب هيك اسود صارخ. كنت هيك، كان عندي مثل انه حماس انه روح وشوف. والحمد لله كانت اول حفله لإلي بمصر بشم النسيم، كانت كثير ناجحه، ومن وقتها بحبوكي اكيد. وانا كثير. شو بتغني لمصر؟ شو بغني لمصر؟ هات لشوف. بيعرفني ملوك الجدعنة، ودي حاجة في طبعهم، عشقاهم أنا أتمنى حبهم. ملوك الجدعنة، ودي حاجة في طبعكم، عشقاكم أنا أتمنى حبهم. شربت مني الهاد وقلبي حن سماري ولوني مصري، أنا مصري وأبويا مصري، مصري وكل مصر الله عليه، وكل مصر الله عليه، كل مصر الله عليه. أكيد بدي أحيي الشاعر مصطفى مرسي والملحن وليد سعد. منحييهم جدا مصطفى مرسي ووليد سعد الصديق. بدي اشكر كمان رئيس فرقتك الموسيقيه باسم رزق، مساء الخير، وكل اعضاء الفرقه الموسيقيه اهلا وسهلا فيكم. لما حكيتك على التليفون رجعنا التقينا كرمال هذه الحلقه، طلبت منك غنيه، قلت لك بدي باللبناني بحب غنيه كثير اسمعها بصوتك. باللبناني؟ لسيدي فيروز. اكيد انا طلب... بحبها كمان من صوتي. بكتب اسمك يا حبيبي قبل، بس انا لانه في كثير اغاني لسيده فيروز بغنيون بحفلاتي، فبس هيدي الاقرب على قلبي. مم.
بكتب اسمك يا حبيبي على الحور العتيق، تكتب اسمي يا حبيبي على رمل الطريق. اكتب اسمك يا حبيبي على الحور العتيق، تكتب اسمي يا حبيبي على رمل الطريق. وبكرة بتشد الدنيا عالقصص المجرحة، يبقى اسمك يا حبيبي واسمي بينمحى، يبقى اسمك يا حبيبي واسمي بينمحى. الله يطول بعمرها فيروز. حصريا الليلة لأنا والعسل من سوبر نانسي، ألبوم الأطفال الجديد يلي قريباً قدي بدنا وقت؟ تقريباً 20 يوم إذا 20 يوم بالأسواق. من بعد بتعرفي أغانيك أنت شخبط شخبيط وشاطر مش بس الأولاد بيغنوها، يعني الكبار بيغنوها والسياسيين بيغنوها وبيعطوا كتير، يعني بيعطوا كتير هيك أهمية كرمال يعملوا لطشات سياسية لبعضهم. شاطر عطول بحفلاتي بيطلبوها مني الكبار، ما بعرف ليه، لأنه عندهم الشطارة. على كل حال، أغنية يا بنات حصرياً لأنا والعسل، أنت عندك بنتين. نعم. بتحبي تكوني ام الصبي كمان، انه ببيبي ثالث اذا الله راد، يعني اذا الله رزقك بصبي بتقولي انه ام ميلا ولا ام الصبي؟ لا، ام ميلا، لانه ميلا الكبيره. انا عندي بنتين، اكيد هلا انه اذا بدي يكون عندي بعد اولاد اكيد انه بحب انه يكون صبي، بس ما بزعل ابدا اذا كانت بنت. ان احنا بعصر البنات انت بتعرف هلا كسرتي الكونسبت، هالفكره انه اذا ما جابوا صبيان بالبيت كارثه. اكيد منا كارثه ابدا اذا ما جابوا صبيان، نحن بعصر البنات. وانا هالاغنيه بالذات حبيت انه وصل مساج، يعني مش بس انا عامله ألبوم للاطفال، هالاغنيه بالذات فيها مساج هيك انه نحن بعصر البنات. وكنت عم بقرا هذيك المره على الانترنت عاملين احصاءات انه 80% من العالم بحبوا يجيون بنات، لانه البنت هلا صار عندها قدرات وقوه مثل الرجل اذا مش اكثر، يعني فالتفرقه ما بت لا اكيد من جوز. زمان كانت البنت ما كانت تضل بالبيت وما تتعلم، ومثل ما كانوا يقولوا قبل انه الصبي هو بيحمي القبيله. فلا هلا البنت ويعني مساواه، يعني البنت والصبي مثل بعضهم. هلا البنت عم تتعلم وعم تتثقف، في كثير شركات تبين، يعني في كثير شركات عندهم موظفات بنات نجحت اكثر من ما يكون كامل اليوم للبنات عندهم. لا بس انه ما تكون هيدي عقدة، يعني ما يكون هيدا التوك. اكيد لا. بناتك عم بتربيهم على شو؟ على اي اسس عم بتربي ميلا وإلا؟ مثل ما تربيت انا، اكيد عم انه قد ما بقدر عم ربيهم. انا فكر على طول ايديا الماء، يعني انه بشكل مثالي بدي اياهم اكيد انه ينبسطوا بالاشياء الصغيره، هيك الاشياء الصغيره تفرحهم مثل الاشياء الكبيره، يعني ما ينطروا الاشياء الكبيره، يقدروا يتمتعوا النعمة. يقدروا النعمه ويتمتعوا هيك بحياتهم بالطبيعه بالاشياء الصغيره اللي بيعيشوها، لانه هول مع الوقت ومع الايام بس يكبروا ببلش ما يكون عندهم اشياء هيك، مثل يعني بيفقدوا البراءة كثير من ناحية انه بتكبر الهموم وبصير عندهم هموم اكبر، فبدي هيك يكونوا يعيشوا كل مرحلة بمرحلتها هيك يتمتعوا. كيف القصاص عندك، يعني كيف بتقصصيهم؟ بيوصل للضرب تضربي؟ لا ابدا ابدا ما بضرب، ما انا باليونيسف ضد العنف الاسري، كيف بدي اضرب؟ بيهم بيضربون؟ ابدا بالعكس. انت ومسافره، انت بتسافري كثير، بتعيشي بالطياره اكثر، شو بتقولي لهم؟ يعني هن ونايمين بتحملي حالك وبتروحي من البيت؟ على طول في سكايب اكيد، بس سافر اهم شيء انه بخبرهم اني مسافره.
هلا إلا ما بتحكي كتير، بس إنه ميلا بتعرف بس سافر، بقول لها إنه مامي أنا مسافرة وراح أحكيكي على سكايب. وبتعرف كتير منيح إنه أنا قدي غايبة يومين أو ثلاثة، وكتير مهم هيدا الشيء بالنسبة لإلي، لأنه الولد ما حلو يفقد الثقة بأهله. يعني بس يعرف، يعني ولا مرة جربت أهرب من البيت أو سافر بلا ما خبرها أو بلا ما قلها شو بيصير؟ وتفتش علي وما تلاقيني، بيصير إنه بتبطل عندها ثقة فيي. بيصير على طول، بيصير في على طول إنه يمكن هلأ تختفي وما ترجع، أو يمكن هلأ تروح وترجع بعد 10 أيام. بتهتز الثقة، بيصير في خوف من الفقدان. فأنا عم بحكيها على السكايب بقلها إنه شو بتجيبي لهم هدية؟ بتنامي وبتقومي، بتنامي وبتقومي وبيجي على البيت. شو بيطلبوا هدية؟ إلا صغيرة. إلا صغيرة ميلا. أنا بجبلها لإلا على ذوقي. بس ميلا بتطلب شنط على طول، بتطلب ديساك، ما بعرف ليه عندها بتحب الشنط مثلي أنا كمي، بس بتحب الساعات كمان. هلا إن شاء الله يضل طموحها صغير بالساعات. وساعات صغيرة أنا عم جبلها يعني. أنت ما بتضربي، بس أمي كانت تضربي؟ لا، نحن مش إنه كنا ما عشنا العنف، يعني كنت تضربني لا ابدا. ما ضربتك مره؟ اكيد كانت تسفقني صفقه، هلا تسفقني على ايدي. اكثر شيء ماما افتحي ايدك، يعني بتكون محضرتنا انا بدنا ناكل محضرتنا انا بدها تضرب. يا بنات، حصريا بنغنيه ولا بنشوف نقطه قصير حصري؟ بنشوفه قبل. بنشوفه قبل من اخراج ليلى كنعان. اكيد يا بنات يا بنات، اللي ما خلفش بنات ما شبعش من الحنية وما دقش الحلويات. حلوة الأيام فعنية علشان خلفت بنية، ولا شفت الأرض تهدد ولا ملت الحيط علي. حصرياً يا بنات، خلال تصوير الفيديو كليب خبرتني زميلي باتريسيا هاشم صاحبة موقع بصراحة دوت كوم إنه كانت بنتها جابرييلا بالتصوير بنوتتها. شو قالت لي؟ كانت أقدم وحدة. شو قالت لي؟ عمرها سنة ونص، سنتين هيك هالقد، طلعت فيه بدل ما أنا غنجها طلعت فيه قالت لي يقبرني شكلك. عمرها سنتين طلعت فيه أنا صدمت يعني. باتريسيا معلمتها لجابرييلا. بس مهضومة كثير 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 يعني. فينا نسمع تتاكل بنتها؟ فينا نسمع بعد مقطع من يا بنات؟ اكيد رح تروح كلها الغنية بحلقتك اليوم. هاي لأنا والعسل، هاي كرمال جابرييلا اللي عم غنيها. عصافير الجنة يا توتة تعصر لك شهد التوتة، ترقص لك فوق شباكي وتزغرط لك زغروتة، متوردة اديها فتفوتة شوكولاتة بالبسكوتة، ونغيها يا حلوة نغيها حتغني لك عنوتة. مش خايفة ليه بالسفة من صغرك فاهمة وعارفة، عايزة الطرحة يا عروسة من وانت يا دوب في اللفة. يا بنات اللي ما خلفش بنات ما شبعش من الحنية وما دقش الحلوية. دكتور نبيل خلف، وسيم بستاني الشاعر، وليد سعد الملحن، واكيد في بالبوم الاطفال اغنيتين لبنانيه كمان، عادل رفول الشاعر،
وملحن وموزع وسيم بستاني. لكن دكتور نبيل خلف ووليد سعد هني الأغاني المصرية كلها لألون لألون. وليلى كنعان هي المخرجة، مخرجة الكليب. وليلى على فكرة من الأشخاص اللي كتير بحب أشتغل معهم، لأنه بتحسسني أنه هيدا عن جد شغل جدية كتير، بونكتويل، بروفيسيونيل كتير كتير، محترفة وبتلتزم وبتحترم الوقت وبشغلة كتير دقيقة، وبتتدخل بالشردة والوردة، وأنا بحب فيها هيدا الشيء لأنه بتتابع شغلها على الآخر. يعني صار لسبعة أشهر بتحضر لهيدا العمل؟ أخذ سبعة أشهر العمل الكليب تحضير. وأنا بقول أنه يعني ليلى ثلاث أرباع شغلة عليها، لأنه هي بتحب تعمل شغلتها بإيدها وسطوحي، تكون موجودة على كل شيء. سطوحي هو كاركتير مصري قديم، بس هلا رح نشوفه بلوك جديد. شو تشيرت أحمر وشورت أصفر وبشورت أصفر. فليلى هي كمان اللي عملت يعني اللي اخترعت سطوحي حسب الأغنية. مساء الخير ليلى كنعان. بونسوار. بونسوار، يعطيك العافية. ثانك يو. انتو كمان. قديه صار الوقت كله يلي استغرق هالكليب تنفيذه والتحضير له؟ سبعة اشهر زائد قديه؟ هلا صاروا سبعة اشهر، بس هلا بعد في بعد جمعتين لحتى نخلص كل شيء. يعني بيبي، اذا بدكم شهرين بيطلع بيبي هالكليب بالكامل. شو الجديد؟ دايما هيك معي. شو الجديد بالكليب ليلى؟ الجديد انه اكيد يعني رح نشوف هيك نانسي بطريقه مختلفه شوي. حتى انا جديد لإلي، يعني نانسي اوريدي عملت كليب للاطفال قبل وانا كمان، فحبينا هالمره انه نكون عم نعمل شيء جديد يكون تشالنجينج لنا اثنيناتنا. اكيد رح تشوفوا قصوصه حلوه، هو مثل فيلم قصير عباره عن ثلاث اغاني مثل ما اوريدي فسرت نانسي. دقيقتين و30 ثانيه كل غنيه، تحبوه كل غنية دقيقتين. نعم. كل غنية دقيقتين وثلاثين ثانية. لا بس ما استعملناها كل الغنية. أوكي. وعنا بعدين دقيقة ونص من بقوسي ودقيقة ونص من سطوحي. بقوسي ما غنيتي؟ لا. بقوسي. ليلى كنعان انت قلت لها لنانسي، قالت لي رح بدنا نحكي شوي عن سوبر نانسي. نانسي هي بس بدي اسألها انه هي اعتزلت، بس نانسي قالت لي بس بدها تعمل كل كليباتي لإلي. لا نانسي مش رح تخليني اعتزل. اكيد ما رح خلي. كيف يعني كيف بدها تكون استمراريتي بالكليبات من دونك؟ من دون ليلى. يا عمي نيالي نيالي على كل هيدا الشيء. لا انا بدي اول شيء بس لحظه هيدي مانشيت ليلى. كيف يعني نانسي عجره من قطتين؟ كيف استمر في الكليبات من دون ليلى؟ يعني هاي اكبر شهاده لإلي جايه من نانسي عن جد. انا اللي شرف كبير انه كون اشتغلت على هذا الكليب وعلى كل الكليبات اللي عملتهم لنانسي، لانه بحس انه النجاح اللي حققته معها يعني ما قدرت احققه مع حدا غيرها هي. غير انه كثير بحب اشتغل معها هي وجيجي، لانه بروفيشنال بشكل مش طبيعي و اتس فيري رير صراحه بالعالم العربي. من نادر جدا. وشو عالم نانسي سوبر نانسي؟ سوبر نانسي اجا من فكرة انه كنا عم نجتمع انا ونانسي وقالت لي مش عارفة شو بدي اسمي الالبوم وهيك. انا عم حضر الفكرة، الكاركتر تبع نانسي بالكليب هو اذا بدكم ذا سوبر نانسي، عندها مدرسة للبنات بس، وهالمدرسة بيصير فيها اشياء هيك شوي غريبة عجيبة. يعني نانسي عندها قدرات خارقة، كرمال هيك اجا اسم سوبر نانسي من ورا هذا الموضوع، وحبته نانسي كثير ومشينا عليه. ان شاء الله بنشوفه الكليب، راح نشوفه على الشاشات بعد 20 يوم كمان اول ما زالرد. ان شاء الله زالرد. شكرا. ميرسي ليلى. ميرسي كثير. ثانك يو ليلى. كان عارفيني اطرح عليك سؤال اضافي اخير. تفضل. نانسي سبق واشتغلت مع مخرجات اخريات. مضبوط. شو اللي اضفتي لها؟ شو اللي بيخلي نانسي عجره من اليوم تقول انه كيف بدي استمر بالكليبات من دون ليلى كنعان وهي لمعت مع مخرجين اخرين ولا سيما نادين لبكي؟ مزبوط. يعني كيف؟ انا اول شيء ما بحس نانسي يعني رح توقف الكارير تبعيتها هلا اذا انا ما كفت معها. يعني هي يعني لحالها بتكفي، لو شو ما عملت نانسي عزرم الناس بتحبها كثير وعندها جمهور كثير كبير وفانز بحبوها وبيتابعوها. نعم. انا بحس اللي يعني كل مخرج عنده ستيل تبعه،
نادين أكيد يعني لمعت ولمع اسمها مع نانسي وبلشوا سوا وكبروا سوا، وبس نادين أكتر ستيلة أكتر بإشياء واقعية. أنا إجمالاً بمزج الواقع بالخيال، وهذا الشيء اللي كان شوي جديد على الكليب العربي وعلى الكليبات اللي عملتهم مع نانسي. كل واحد يعني ستيله إله، وبعدين بحس إنه ممكن يعني أكيد في مخرجين جداد رح يطلعوا على الساحة، وكل واحد رح يكون عنده ستيله يعني depending على شخصيته وعلى الكالتشر تبعه وكل هالأشياء. ثقافته وشخصيته. صح مظبوط. ليلى كنعان شكرا لحضرتك، شكرا. رح ننتظر الكليب اذا الله رد مع سوبر نانسي من توقيعك انت كمخرجه ليلى كنعان. شكرا نانسي عجرم. في رساله معينه لنادين لبكي من وراء هالتصريح، ولا هو نابع من محبه لليلى كنعان وتقدير لعملها؟ نابع من محبه تقدير لكل شيء اشتغلته اكيد. ونادين صديقه، ومش من زمان تلاقينا سوا بعشاء عند اصحاب مشتركين. نادين صديقه، وحتى ما عندي مانع ابدا انه نرجع نعيد التجربه والنجاح اكيد مع بعض. والى جانب كثير اسماء مخرجين انا اشتغلت معهم ونجحت معهم، ويعني حتى اسماء جديده كمان حابه اني اشتغل معها. وانت عملتي شخبيط مع سعيد المريض. سعيد اكيد. شو الفرق بين سعيد ونادين وليلى؟ كل حدا بيفرق عن الثاني بشيء لإله. بالولاد كل حدا عنده بالولاد بكليب الولاد. خليني ليلى وسعيد. ليلى جاوبت اكثر على هالموضوع لانه هي شغله تكنيك يمكن اكثر بين المخرجين، بس انا فيني اقول لك انا شو فرقت. كنت مع سعيد كنت طايره هيك يعني مع ليلى حسب الاغنيه. حبت انه تفرجي الواقع مع الخيال، مزاجتهم سوا يعني. وألبومات الأطفال يعني في تجارب أخرى كمان لزميلات لألك بالفن كمان غنوا للأطفال. شو اللي بيميز يعني هيفا وهبي غنت كمان للأطفال بابا فين، كيف تختلفي عن الأغنيات يلي تقدم للأطفال وللتجربة الثانية ألبوم ثاني للأطفال يعني بطبيعة الحال؟ أنا من بعد أول ألبوم في 6 سنين فرق بين شخبط شخبيط وسوبر نانسي، من بعد اول البوم قلت انه ما بقى بدي سجل اغاني ولا ما بدي اعمل بقى البوم للاطفال الا اذا لقيت اغاني يكونوا للاولاد اكيد يعني تينبسطوا فيهم، بس بنفس الوقت حاملين رساله. وهيك صار. سمعت اغاني كتار من الملحن وليد سعد، سمعت 6-7 اغاني بعت لي هن سدي، هن نفسهم اللي موجودين بهلا بالبوم الاطفال. ومن هون بلشت الفكره انه بدي اعمل البوم للاطفال. ليه يعني بالفيديو كليب مع ليلى كنعان خطرت لي فكره انه ليه ما بتجيبي صديقات لك يعني بالوسط الفني؟ عندهم منات يعني شيرين عبد الوهاب عندها مريم وهنا، سيرين عبد النور بنوتتها، امل حجازي هلا بنوتتها، يعني ليه ما جبتيهم؟ ليه ما استعنت بصديقات لحتى شو يعمل بالفيديو كليب يمثلوا؟ يمثلوا؟ ولادهم يعني؟ ايه بناتهم. ما عملوا كاستنج، ما حدا ما جيتني هالفكره كانت ما جتني هالفكره. شيرين عبد الوهاب قالت انه طب ليش يجي لمرة يعني ما يعملش الشركه ويعني وغير نانسي عجرم يهتم باداره اعمالنا يعني هيك، وقالتها بكثير من الحزم. يعني أنا بقول إنه شيرين ناجحة، شيرين فنانة ناجحة وجمهورها كبير، وأكيد متعودة على استراتيجية معينة بشغلها، يمكن ما تتقبل إنه تتغير بهالسهولة. يعني إنه تكون هي ماشية على نظام معين، يجي حدا يقلها مثلا أو شركة أو شخص يقلها لا بدل هيك بدك تعملي هيك، بدل هيك بدك تعملي. بس إذا هي عندها الرغبة إنه جيجي لمرة يتولى إدارة أعمالها ويعني ونية الانتساب يمكن للشركة والالتزام بأوامر جيجي أو توجيهات جيجي، ليه لا؟ ليه لا؟ أنا كمان عم جاوبك ليه لا؟ يعني أنت بتمانعي؟ أكيد لا. أنا أكيد لا يعني. وجيجي شو بيقول؟
جيجي خلي يكون عنده وقت اول شيء حق راسه. ليه؟ لانه فل اكيد مفول. طيب بعد الفاصل رح نحكي عن، إذا بعد في وقت رح نحكي عن رجال في حياتك إذا الله راد، رح نحكي رح أسمع مني كمان أغنية إكسكلوزيف لأنه بقوسي وأنا والعسل كتير أشياء مع نانسي عادل. ساعات بعد لقان والروح لوجودك عطشان توحشني عيني وبلاقي الدنيا بقت فاضية مع ان الناس رايح وجاية وانا بحلم بيك. بتمر ساعات بعد لقان والروح لوجودك عطشان توحشني عيني بقت فاضية مع ان الناس رايحة وجاية وانا بحلم بيك. على طول في خيالي بناديلك وبقول يا ابكيلي يا حجيلك من غير مواعيد ويا دوبك وفي نفس الثانية بلاقيك قدامي عليا والايد في الايد. على طول في خيالي بناديلك وبقول يا تكيلي يا حجيلك من غير مواعيك او يا دوبك وفي نفس الثانية بلاقيك قدامي عينيا والايد في الايد. لما تقرب انا متونس بيك ولما بتبعد انا بتونس بيك. لما تقرب انا بتونس بيك ولما بتبعد انا بتونس بيك. وخيالك بيكون وياي اوياي وانجح صوتك صوتك بيونسني وهواك في البعد في البعد بيحرسني وانجح صوتك صوتك بيونسني وهواك في البعد في البعد بيحرسني والشوق يناديلك جوايا شكرا وتحية لروح وردة الجزائرية من قلب قلبنا. ناسي عجرم أسئلة سريعة إذا بتسمحي بنهاية هذه الحلقة ممكن؟ خلص كريستو. صرنا بالنهاية؟ إيه خلص صرنا بالنهاية. قطع الوقت كتير بسرعة. أول سؤال، مين بتختاري اسم من زميلاتك الفنانات تتغني معها ديو؟ ديو؟ إليسا. سمعتي لها ألبومها لإليسا الجديد أسعد وحدة؟ سمعت أسعد وحدة وحبيتها كتير كتير. بكرة هي ضيفتنا رح نحكي بعد شوي. هي أكيد. سؤالي الثاني، إذا في أغنية لزميل أو زميلة لإليك بتحبيها كتير وكنت بتتمنى أنه تكون لإليك كتر ما هي حلوة، أي أغنية ولمين؟ وقالك فوري؟ لو حبنا غلطة تركنا غلطاني ما زال عشقاني ومع بعض مرتاحين. مين اللي قالك مين؟ مين اللي قالك مين عن حبنا؟
حبنا غلطة. منحيي الأوائل كفوري ومن نشكره على الألبوم الجديد. السؤال الثالث، أول نجمة بتضميها لشركتك الخاصة بإدارة أعمال الفنانين غير شيرين عبد الوهاب، مين هي أول نجمة بتختاريها بلبنان أو بالوطن العربي؟ اسم واحد. نجمة أحلام. أحلام ليش أحلام؟ نكون جمعنا المحيط بالخليج وبالاتحاد قوة نيشان. حلو كتير، حلو كتير، حلو كتير. يعني بصير حلو حلو، يعني في شركة إدارة أعمال و عم نفكر بهالمشروع أنا وجيجي. قوة متانة يعني، مش بس أنت وأحلام إذا بنفس الشركة. طب إذا ضمت الشركة شاب يعني فنان من العالم العربي، مين بختاري؟ بختار تامر حسني. تامر حسني اليوم عيد ميلاد، اليوم عيد ميلاد لتامر حسني. اليوم على تويتر كل الفانس تبعوا له بيعطين هابي بيرثدي ل سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا تامر، سنة حلوة يا جميل. من حي لتامر حسني بنقول له عقبال المئة سنة. سؤال، ليش ما عرضوا عليك الانضمام لبرنامج تكوني فيه لجنة تحكيم يعني جوري مثل برامج الهواة العديدة يعني من نجم الخليج؟ ليش ما دعموني؟ ليه ما طلب إليك؟ يعني في كتير نجمات انطلب منهم. مين قال لك ما طلب مني؟ لي بسألك انت ما تشتغل هون، وين كنت تشتغل لي؟ كيف يعني؟ شو ما بتعرف؟ قبل ما اشتغل ولا عامل حالك ما بتعرف؟ كنت بالام بي سي. بس عم بسألك لألك. لا انت اخبر، انت جاوبني. بلا بيحبوك كتير بالام بي سي، بس عم بسألك. انت ليش ما انضميتي؟ طب اوكي عرضوا عليكي بس ليه ما انضميتي؟ لانه ما يعني ما كان الوقت والظروف ما كان بديها تكون موجوده وخلص. وشو عرفك انا بعرف؟ اكيد بتعرف انت، لانه حبيتي تجربه زميلاتك بال اكيد حبيت. كنت بتتابعي؟ كنت تابع بعض الحلقات بس مش على طول. مين حبيتي اكثر شيء بال ما فيني اقول لك مين حبيت اكثر شيء، لانه البرامج كلهم كانوا عن هواة، بس ب Arabs Got Talent حبيت انه كان عم يتناول نجوم ومواهب كانوا كثير جداد، يعني كانوا هيك مثل انه معقول في هيك عنا؟ طب لو بدك تكوني على الام بي سي، لو بالام بي سي طالما عم بحكي عن عرض الام بي سي بين نجوى كارم واحلام، مين حسيتي؟ لا كل حدا اكيد عنده يعني عنده هيك عنده حضوره وعنده طلته والطريقه اللي بيحكي فيها والطريقه اللي بتعطي رايها فيها، يعني كل مين حدا اقرب لقلبك؟ ما فيني اقول لك مين اقرب لقلبي لانه بحب الاثنين. نجوى كرم اكيد من الفنانات اللي انا يعني متاثره فيهم، كنت وبعدني. واحلام مصدر قوه، يعني احلام هيك بتحسسني دائما بقوه المراه وانه كيف هيك المراه بتعرف تاخذ حقها هي، اي ما حدا ياخذ لها حقها. كنتي وبعدك عم بتقولي متاثره بنجوى كرم، مع مرور الايام عم بيخفوا ولا عم بيزيدوا عدد الفنانات يلي كنتي متاثره فيهم وبعدك؟ لا نيشان، مش قصه عم بيخفوا او عم بيزيدوا، انا قبل الاحتراف كنت متاثره بكثير فنانين وفنانات الكبار يعني اغلبيتهم، بس لما صار عندي اسمي صرت اكثر اطلع على شغلي، يعني شوف صرت تتأثري، شوف انا وين رايحه ولوين بدي اروح وشو بعد عندي اشياء اعملهم، كيف بدي اشتغل على حالي. فمشان هيك نسيت هالموضوع، بس مش معناتها انه نسيت وجودهم ونسيت قديش انا متاثره فيهم، هذا هو الموضوع. عندي سؤال سريع، ليه ما بتاخدي موقف سياسي؟ وشو رايك بالفنانات يلي بيقولوا نحن ما بنعرف بالسياسه اصلا او ما بدنا نحكي بالسياسه؟ ليش؟ هلا كل انسان عنده راي سياسي بالنهايه، بس السياسه منا اغنيه عم بتنقيها او منا كليب عم بتنقيه او
السياسي يعني في مصير شعوب، يعني إذا بتعطي رأيك بالسياسة بتكون عم بتغير، وخاصة الفنان، يعني الفنان لما بيعطي رأيه بالسياسة بيتأثروا فيه الناس، لأنه بيعرفوا إنه هو حساس وبيتأثروا فيه من ناحية العاطفة والقلب، فلذلك الالتزام ب بس أنا بحياد. مع الاتحاد وأنا مع السلام، لأنه هو أهم شيء. أنا مع إنه العالم العربي يتوحد، لأنه بالاتحاد قوة. نعم. ويعني هي أحلى كلمة، كلمة السلام. بتمنى السلام بالعالم العربي وبكل البلدان وبالعالم كله. شكرا. ناسي آخر سؤال لحضرتك، أي فنان أو فنانة من وقت ما كنت صغيرة 8 سنين أو 7 سنين وبلشت تغني أو ما قبل حتى الاحتراف، صورته أو صورتها من هزت عندك بهذا العسل؟ من هزت عندك الصورة وبعدها يعني بتطلعي بالصورة أو بذاكرتك أو بمخيلتك بعدك بتتوسمي خير؟ جورج وسوف أكيد. أبو وديع؟ أكيد أكيد أكيد. حتى بالوقت اللي كنت أنا فيه صغيرة ومراهقة وأوقات إجي بدي أقول ما بقى بدي غني، كنت بس هيك شوف صورته قدامي ولا شوف اسمع له أغنية، كنت دايماً حس إنه لا بدي كفي. ولك يخلي لي نص قلبه لأبو وديع، ولك يخلي لي نص قلبه. ناسي فينا نغني نسمع شيء لأبو وديع قبل ما نخطب؟ أكيد. بليز. حبيبي كده وهواه كده، ده اللي رضا عني كل الرضا. حبيبي حبيبي كده وهواه كده، ده اللي رضا عني كل الرضا. حبيبي في عيونه ليه يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل بيسهرني بكلام جميل 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 يا ليل بيحيرني فعيونه ليل يا ليل يا ليل يا ليل بيسهرني حيرني وانجاني يوم وقال بحبك مش هفرح اكتر من كده. لحبيبي سوبر ناسي، شكرا لوجودك بأنا والعسل. غدا نختم هذا الشهر الفضيل برنامج أنا والعسل مع نجمة الرومانسية بالوطن العربي إليسا بأسعد وحدة، هاشتاج أسعد وحدة على تويتر. شو بتقولي؟ كيف نستقبل الحلقة الأخيرة مع إليسا نانسي بكرة؟ أكيد رح تكون حلوة ورح تكون حلقة جريئة ورح تكون ملونة. سألي سؤال لإليسا لبكرة. بسألها سؤال، كيف بتقبل تجي مع نيشان؟ أنا ندمت هلأ. ندمتي؟ لا. بدي أذكر إنه بكرة آخر حلقة من أنا والعسل مع النجمة إليسا، بعد بكرة في عنا best of، هي مقتطفات أجزاء من هذا البرنامج. بس واضح يقولي ما ندمت لأنه بيعرفوا. ندمت أبداً أبداً. شكراً لك، شكراً لجيجي لمارة على هذه الحلقة، وبرجع بشوف ميلا وإلا بالبيت بجي بزوركم. شكراً لك، نتمنى لك التوفيق بألبومك الجديد والعسل. والعسل؟ كل حدا بيطلع له عسل. أوكي. مرسي مرسي باسم كريستو، مرسي ريتا كريستو، مرسي باسم رزق وكل الفرقة. إلى اللقاء. Thank you. تصبحوا على خير.